أهلا بكم، هذه حلقة جديدة من برنامج مصر إلى عين، أقدمها لكم من التحرير، حيث لا يزال متظاهرو اليوم مستمرون في مظاهرتهم، ويمكنكم بالطبع أن تستمعوا إلى بعض الأصوات التي تتصاعد من هناك. مشاهدينا، بالفعل رسميا بدأ السباق الرئاسي بإعلان أسماء المرشحين الذين استقر عليهم كقائمة رئيسية ونهائية يختار من خلالها المصريون رئيسهم القادم. مشاهدينا اختبار للجميع في أول انتخابات رئاسية تعددية، ونحن منهم أيضا وسائل الإعلام التي ستقوم بتغطية هذه الانتخابات، والتي بدأت فعليا في تغطيتها منذ بدأ البعض بإعلان رغبته في أن يصبح رئيسا لمصر قبل أكثر من عام. فما هي التحديات التي تواجهنا كوسائل إعلام؟ ما هو المطلوب منا؟ ما هي الأسئلة التي علينا أن نتوقف لنطرحها على أنفسنا وعليكم وعلى كل المشاركين في هذه العملية؟ نخوض هذه التجربة في تجربة جديدة عقب ثورة، وفي منافسة لا يستهان بها من وسائل إعلام غير تقليدية، وسائل إعلام شعبية أكثر جرأة ربما وأكثر تحرراً مؤكد، لكنها تشكل مصدراً لا بديل عنه في هذه الأيام. فكيف يمكننا أن نتجاوز معكم هذا الاختبار الصعب ونجيب على أسئلتكم؟ هذا ما نحاول أن نلقي عليه ضوء بداية في هذه الحلقة، في بداية تغطيتنا للانتخابات الرئاسية. أرحب بضيفي على الهواء مباشرة، أرحب الأستاذ حنان بدر مدرس مساعد الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وأرحب الأستاذ محمد مصطفى مدير تحرير جريدة الحرية والعدالة الناطقة باسم حزب الحرية والعدالة. وكان يفترض أن تكون معنا الأستاذة نفيسة الصباغ التي قامت بتحرير دراسة علمية عن التغطية الإعلامية في الفترة الانتقالية، خصصتها من يوليو 2011 إلى يناير 2012، وقدمتها لصالح الشبكة العربية لحقوق الإنسان، لكنها لظرف خاص تخلفت، وسنحاول أن تنضم إلينا لاحقا عبر الهاتف. مرحب بحضرتكم. انتخابات بدأت، لا نستطيع أن نقول إن إحنا بنبدأ لسه تغطية الانتخابات الرئاسية، أظن أنها بدأت من اليوم الأول من بعد الثورة، ومن أول ما بدأ الحديث عن مرشحين للرئاسة. إذا عدنا إلى الوراء قليلا وتحدثنا عن التغطيات الإعلامية في المرحلة الانتقالية بشكل عام، إلى أي مدى حضرتك شايفة أنها قريبة من المعايير التي كان يجب عليها أن تكون فيها؟ الحقيقة هو احنا لازم اقول نحدد ما هي المعايير التي يجب ان تتصف بها هذه التغطيه. هي كان المفروض انها تميل الى تقديم المعلومات اكثر للشعب في هذه الفتره العصيبه والانتقاليه والمدات الاحداث المتسارعه، لكن اللي حاصل انه في حاله الاستقطاب السائده بين التيارات السياسيه المختلفه ينعكس هذا بطبيعه الحال على الاعلام. الاعلام ما هو الا انعكاس للمجتمع الذي هو فيه، وبالتالي الاستقطاب ده انعكس على المضامين الاعلاميه بشكل ان هي كانت بتقدم اكثر من المعلومات والتحليل المنصف، كانت تقدم الاراء والانطباعات وفقا لرأي كان كلها. في خلط بين الاثنين، يعني مفهوم ان يكون هناك اراء وانطباعات، لكن هل كان هناك خلط بين المعلومه والخبر في خلال لحظتك بشكل عام؟ طبعا طبعا، هو يعني طبعا يعني ما فيش تحت ايدي احصاءات تقول لك كم في الميه خلطوا، لكن اكيد كان في خلط. نعم كان هناك خلط، وكان يعني معلش كان هناك بعض وسائل الاعلام التي تتميز بالمهنيه، هذا لا ينفي وجود وسائل اعلام مهنيه، ولكن تتفاوت المهنيه بمعنى ان هو ليست ابيض ام اسود ولكن تدرج، وبالتالي كانت الاغلب المساحه تقع في مساحات رمادية، ممكن هناك هامش أكبر للتعلم. الحقيقة يمكن من المفيد هنا الاسترشاد ببعض النتائج اللي قدمتها الدراسة اللي حررتها الأستاذة نفيسة، وقام بإجراءها عدد من الباحثين لصالح الشبكة العربية لحقوق الإنسان. الحقيقة أنا بشكر جهودهم إن هم اهتموا بتحليل مضمون عدد من البرامج التلفزيونية، ما يطلق عليها برامج التوك شو، ومجموعة من الصحف سواء كانت حكومية أو خاصة في تمويلها، وكذلك بعض البوابات الإخبارية التي أصبحت مصدراً للمعلومات. تحدث الرصد الذي امتد لسبعة أشهر عن نتائج كان من بينها أن طابع الإعلام الرسمي عموما لم يختلف كثيرا عنه فيما قبل الثورة. أنه حاول أن يحقق قدرا أكبر من التوازن، لكنه سرعان ما عاد مرة أخرى إلى الانحياز إلى السلطة ما بشكل من الأشكال. في فترة الرصد تحدث عن أن وسائل الإعلام، كان الملاحظة اللي قالتها الأستاذة حنان مضبوطة، أن افتقدت الكثير من المعلومات الدقيقة حول القضايا الأكثر أهمية المتعلقة بتطهير القطاع
بتطهير القضاء وبالمؤسسة العسكرية وبدولة العدل والقانون وبكل الأشياء المتعلقة بأهداف الثورة. أستاذ محمد مصطفى، هناك من يرى أن الاستقطاب زي ما ذكرت الأستاذة حنان ساهم بشكل من الأشكال على الحياة السياسية كلها بما فيها تغطية انتخابات الرئاسة، وبالتالي كانت القضايا الأكثر إثارة هي القضايا يعني ربما لا تكون ذات الأولوية لدى الثورة على الأقل على أجندة الثورة. هل توافق على ذلك؟ تمام، كما قالت دكتورة حنان الفترة الانتقالية بدءا من يعني نهاية الثورة أو نهاية خلع الرئيس السابق محمد حسني مبارك في فبراير 2011 حتى الآن تميزت المرحلة الانتقالية بحالة من السيولة والضبابية. هذه السيولة والضبابية انعكست على وسائل الإعلام في تغطياتها لمختلف الأمور السياسية وكان من بينها انتخابات الرئاسة. أعتقد أن هذه الفترة إعلاميا في مصر تميزت بسمة يمكن تكاد تكون غير موجودة في صحف أو وسائل إعلام أخرى في دول أخرى تغطي الشأن الانتخابي الرئاسي، وهو وجود ظاهرة المرشح المحتمل. كلمة المرشح المحتمل للرئاسة ووجود بعض الشخصيات السياسية التي تقدم نفسها للإعلام بصفته مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية، يمكن ده أدى لفترة من الخلل أو التخلخل أو الضبابية في التعامل مع بعض الشخصيات إن كان هو مرشح أو غير مرشح، مستوفى للشروط أو غير مستوفى للشروط، سوف يخوض سباق الرئاسة إلى النهاية أم لا. هناك من أعلن أنه سوف يفكر في ذلك، أنه في انتظار ضغوط جماهيرية من أجل أن يتقدم للسباق. هذا يعني أعتقد أنه يعني شغل جانبا كبيرا من تناول وسائل الإعلام، لكن هذا طبيعي في ظل أن المسألة للمرة الأولى فيها انتخابات، يعني لم يكن هناك استحقاقات لها مواعيد ثابتة كما يحدث في الدول التي اعتادت على هذا النوع من الانتخابات بحيث يفصح سياسي ما عن أنه يرغب في خوض هذا السباق. أنا أتحدث أكثر عن رصد لحالة أكثر من تقييم أو شرح لأسبابها، لكن هي هذه الظاهرة كانت واضحة جدا في انتخابات الرئاسة المصرية، أن هناك العديد من الشخصيات ممن أعلنوا رغبتهم في الترشح للرئاسة، هناك ممن بدأ حملاتهم الانتخابية يمكن ربما قبل عام من بدء موعدها الرسمي، ومن هنا يفسر البعض أن هناك بعض المرشحين دخلوا السباق متأخرا بينما أن السباق لم يبدأ أصلا. فربما هذا وأحد الملامح التي أرصدها. هناك أيضا وأتفق مع دكتورة حنان حالة من حالات خلط الرأي بالمعلومة وربما في بعض الحالات تغييب المعلومة، التغييب المتعمد للمعلومة. هناك بعض وسائل الإعلام بعض الصحف خاصة تلك المملوكة لبعض رجال الأعمال أو شبكات المصالح أو الأحزاب، يعني أو الأحزاب تعبر عن مصالح أو الأحزاب تجاه السياسية. ربما كان هناك تغييبا متعمدا للمعلومات أو إطلاق مجموعة من الأوصاف التي ربما لا تكون معبرة بالواقع عن واقع الأمور، ربما لا تكون معبرة بالضرورة عن حقيقة الواقع على الأرض، ولكن عبرت عن هذه المصالح سواء كانت صحف خاصة أو كما حضرتك أشرتي أن بعض وسائل الإعلام الحكومية سواء كانت التلفزيون المصري الرسمي أو المؤسسات القومية التي يفترض أنها تتحدث باسم الشعب كانت تميل أكثر إلى ترشيحات وتلميحات حول رغبات السلطة الحاكمة في مصر سواء كان المجلس العسكري أو تبرير بعض قرارات الحكومة، وهو انعكس أيضا على تغطياتها لانتخابات الرئاسة. ربما حاول البعض أن يستشف من هو المرشح الذي يحظى بدعم من المجلس العسكري نعم حتى يتم تلميعه وتقديمه للجماهير وإعادة إنتاج سيرته الذاتية، كما حدث مثلا في فترة من الفترات مع السيد منصور حسن. ربما اعتقد البعض لفترة من الفترات أنه سوف يكون مرشحا مدعوما من المجلس العسكري نظرا لأنه كان رئيسا للمجلس الاستشاري، وأراد البعض أن يعني يقدمه ويعيد إنتاج سيرته الذاتية وعرضه أمام الجماهير، ثم ما لبث السيد منصور حسن نفسه أن أعلن التراجع عن هذا السباق الرئاسي، فتوارى توارى السبق والهث الإعلامي خلفه. ربما هي تلك يعني ابرز جميل هي النقطه اللي حضرتك اشرت اليها، وهي النقطه الخاصه بفكره تغييب المعلومه مثلا لصالح وربما المتعمد او القراءه لخبر بشكل من الاشكال او خلطه بالراي. اسمحي لي اقول لك هنا استاذه حنان واسالك يعني فكره، هل من المقبول ان يربط دايما المشاهد او القارئ المعلومه بمن تمثله؟ يعني مثلا استاذ محمد بتحدث عن حزب حرية والعدالة، هل المفترض يعني في حكم المسلم بي أن علي أنني عندما أقرأ جريدة الحزب أن أتصور أنني أقرأ وجهة نظر الحزب أو قراءتها للأخبار أو ترتيبها لأجندة الأخبار، ولا في اعتبارات مهنية عليها أن تبقى موجودة أيا كان توجه وسيلة الإعلام؟ هو طبعا ده بيرتبط بشكل خاص بملكية وسائل الإعلام. بالنسبة للصحيفة الحزبية أو وسائل الإعلام المملوكة للأحزاب، طبعا هي تؤدي وظيفة أساسها هو ترويج الحزب، يعني ده دورها الأساسي، وإلا
وذلك بدليل أن الحزب يمولها، وإلا تكون مشروع خاسر بالنسبة لها. ولكن يجب أن يتم هذا في إطار من المهنية. المشكلة الحقيقية تتعلق يعني ليست بالصحف الحزبية أو بوسائل الإعلام الحزبية، لأنها إلى حد ما معلنة الأجندة، هذه الأجندة، ولا القارئ أن يختار أن يربط أو أن يربط وأن يعرف أن هذه وجهة نظر الحزب. هل ينطبق هذا على الأخبار؟ يعني مثلا عندما يكون هناك خبر مختلف عليه، يعني مثلا خبر ترشح المهندس خيرت الشاطر أثار جدلا واسعا، البعض أيده والبعض انتقد مجرد الترشيح. عندما تأتي مثلا صحيفة الحرية والعدالة وتقول إن هنا إن ترشح خيرت الشاطر لاقى تأييدا واسعا وحافلا وما إلى ذلك، هل المسألة هنا تدخل في إطار ترويج للحزب ولا المسألة بتبقى هي وجهة نظر الحزب أنه لاقى تأييدا واسعا؟ المشكلة إن هو هنا في أيديولوجية تحكم رؤية العاملين في الصحيفة. أنا أتصور أنه ليس كل العاملين في الصحف الحزبية ينتمون لهذا الحزب، ولكن هم في الآخر في مؤسسة، ويجب أن لا نغفل الضغط المؤسسي حتى في الصحف غير الحزبية، حتى في الصحف الخاصة، ما هي ليها ملاك، ليهم مشاريعهم الاقتصادية أو غير الاقتصادية، ليها ناشر. الصحف الحكومية نفس الشيء، أو وسائل الإعلام المملكة الحكومة. وبالتالي هناك كثير من الدراسات الإعلامية التي تقول أن هناك ضغوط على العاملين في المؤسسات الإعلامية، لا أقول أن يتلونوا، وإنما أن يعطوا البعض ويخفوا البعض. ويجب أن نقول أن ليس ذكر المعلومة فقط، بل إقصاء المعلومة أيضا جزء من ولا أقصد هنا تغييب المعلومة في التغطية، ولكن حذف كامل المعلومة أو تجاهلها تجاهلا تام. بمعنى إيه؟ أن بعض الصحف الحزبية سوف تتجاهل المرشحين الآخرين المنافسين للمرشح الذين يؤيدونه، وهذا في حد ذاته إذن أنا أقدم رؤية للقراء أو لل... جميل، هذا فيما يتعلق بالقراءة. أستاذ محمد، حضرتك هتتحملنا النهاردة باعتبار أن حضرتك اللي تمثل صحيفة حزبية، فإحنا نتخذ دايما الصحيفة الأكثرية. يبقى عليك أن تتحمل أكثر. أتحمل أكثر وفقا لثقل الحزب في الشارع. على كل الأحوال برجع هنا لفكرة الخبر. هل بالفعل أحيانا تشعر أن طبعا يعني بعيدا عن أي إحراج مؤسسي، هل يحدث هذا أحيانا أن يكون هناك خبر موجود في الشارع والاعتبارات لها علاقة مثلا بالمرشح، يعني مثلا أنتم تخبرون بالمؤامرات السياسية بشكل ما مثلا. لو أن مثلا أشخاص لم يؤيدوا مرشحكم، هل هنا بيكون هناك ضغوط اللي بتحدث عنها الأستاذة حنان؟ أعتقد أننا في حاجة في البداية مقدمة بسيطة ويتحملها معنا المشاهد في تحرير بعض المصطلحات. إن كان الأمر يتعلق بالخبر، فالخبر يعني كما تعلم يعني دكتور حنان هو يتحدث عن إجابة عن أسئلة ستة: من فعل ماذا، متى، أين، لماذا، وكيف. نعم، 5 دمز اند اتش يعني. فالخبر يعبر عن معلومة، تلك المعلومة تنقل الحدث مجردا. ترشح المهندس خيرت الشاطر خبر. أما إن كان الحديث عن رد فعل لهذا الخبر أو تقييم لهذه الخطوة، فذلك يندرج تحت يعني تحت باب السياسة التحريرية أو رؤية الجريدة. السياسة التحريرية في أبسط تعريفتها هو ماذا ننشر وكيف ننشر. إذن حق أصيل لكل وسيلة إعلامية، سواء كانت تلفزيونية أو كانت صحافة ورقية، سواء كانت حزبية أو مملوكة لكن القومية. بعض الأشياء اكتسبت حتى في إطار الحقيقة تتحدث عنه سمعة يعني غير طيبة. يعني نتذكر جميعا الصحف الحكومية لما كانت تتحدث عن حكمة الرئيس مبارك وعن احتفاء الصحافة الدولية والعالمية بالخطاب التاريخي الذي ألقاه. وأين هي تلك الصحف الآن؟ أنا بتحدث بهذا المنطق. إلى أي مدى عند وضع سياسة تحريرية لحزب أو لجماعة تكون طرف في العملية السياسية، إلى أين ما هو الحد الفاصل بين المهنية وبين كأن السياسة التحريرية ليست شرا محضا. يعني أحب أن أوضح في البداية ما هي السياسة التحريرية حتى نعرف عن أي مصطلح نتحدث. السياسة التحريرية في أبسط تعريفتها هي ماذا ننشر وكيف ننشر. ماذا ننشر؟ كما قالت دكتورة حنان، إحنا بنعبر عن الحزب، وجهة نظر الحزب بهذا الوضوح وبهذه البساطة، حتى لا يريد أن يتقاول أحد أو يزايد على مساحة من المصداقية أو مساحة من الدعاء الحيادية. نحن لا ندعي ذلك. نحن صحيفة الحرية والعدالة، مكتوب تحت اسم الحرية والعدالة، صادرة عن حزب الحرية والعدالة. وحزب الحرية والعدالة هو حزب الأكثرية في مصر، أو على كل الأحوال كما يقولون أحيانا بيكون أعلى أنواع الحيادة وأعلى تحيزك لمن. نعم، وهذا هو الوضوح. ربما كنا في مناظرة سابقة مع أستاذي الأستاذ الدكتور محمود خليل، أستاذ الصحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة، وقد أشار سيادته إن ممكن إن وفقا لتطور الصحافة على مستوى مصر أو العالم يتم إلغاء الصحافة الحزبية. وكان ليه وجهة نظر مخالفة لده، لأن الصحافة الحزبية هي تعبير واضح للقارئ، هي يعني عقد مع القارئ أنك هذه الوسيلة التي أنت تتداولها أو أنت تتلقاها هي مملوكة لهذا الحزب وتعبر عن سياساته
وبالطبع هي جميل، لكن لا يجب يبقى الفاصل بين النشرة الحزبية التي يتم توزيعها وبين الصحيفة هي وجود المعايير المتفق عليها. أقول مجددا نحن نحدد ماذا ننشر وكيف ننشر. ماذا ننشر؟ ننشر كل ما هو يتعلق بسياسة الحزب والترويج لرؤيته وتبرير قراراته. نعم سأكون يعني أكثر كرما مما يتخيل البعض، تبرير قراراته وتوضيحها. لا أكثر كرما، الصراحة موجودة في كل الأحوال. تبرير القرارات، تفسيرها، عرضها للرأي العام، هذا ما هو، هذا ما ننشره. هل يعني كيف ننشره؟ ننشره بإطار مهني كما قالت دكتورة حنان زميلتي وأختي العزيزة، ننشره في إطار مهني، ننشره وفقا للقوالب الصحفية المتعارف عليها، ننشره من خلال حوار صحفي، من خلال تحقيق صحفي، من خلال تقرير، من خلال عرض خبر، من خلال إبراز خبر، من خلال تصدير أو إبراز خبر. لكن هل في المقابل يحدث تغييب لخبر؟ لا، نحن نبرز أخبارا وفقا لما نراه يعبر عن السياسة التحريرية للجريدة ولصالح الحزب، وفقا لما نعتقد أنه يجب أن يصدر للقارئ وأن يكون في قمة أولوياته. وفقا لوجهة نظرنا، يتفق أو يختلف معنا البعض، ولكن هي وجهة نظرنا وهذه قناعتنا. نقدم أخبارا، نقدم معلومات، نبرزها بشكل أو بآخر. هل سيادة الخبر لها علاقة أحيانا بموقفكم مثلا من بعض المرشحين أو ما إلى ذلك؟ يعني مثلا الخبر الذي نشرتموه أثناء زيارة دكتور عبد المنعم الفتوح مرشح رئاسي والقيادي السابق في الجماعة، تجاهل كونه مثلا مرشحا رئاسيا. أحيانا كان تصوير مليونات التي تتم في ميدان التحرير في فترات سابقة يركز يعني بطريقة ما، إذا لم تكن جماعة الإخوان المسلمين داعية لها أو موجودة فيها، على أنها كانت أقل عددا، أو يبرزها باعتبار أنها لم تكن ناجحة سواء من حيث الصورة أو من حيث تحرير الخبر. فيعني أين الإشكالية المهنية هنا؟ أريد أن أبحث عنها. نتفق على بعض الأمور الأساسية، وأنا أتحدث هنا باعتباري مدير تحرير جريدة الحرية والعدالة، جزء من مجلس التحرير، وهذه السياسة أنا أتعهد بها وأحاسب عليها. وفقا لتغطيتنا لانتخابات الرئاسة، إحنا عندنا مبدأين أساسيين. المبدأ الأول عدم التعرض بأي إساءة تلميحا أو تصريحا عن أي مرشح من مرشحي القوى الوطنية التي تعبر عن اتجاهات الثورية، ويخرج من هذا الإطار مرشحي الفلول أو مرشحي النظام السابق. حتى دمه مباح يعني للجميع؟ ليس دمه مباحا، ولكني أتعامل معه صحفيا وفقا للقوالب الصحفية التي أراها من وجهة نظري تحقق صالح الوطن وتحقق أهداف الثورة، بأن هذا الشعب المصري لا يريد إنتاج مبارك جديد من وجهة نظري الشخصية، وأعبر عن ذلك بوسائلي المهنية من تقرير وتحقيق وحوار إلى آخره. فالثابت الأول أنني لا أتعرض بأي إساءة لأي مرشح من المرشحين الوطنيين. الثابت الآخر أن تأييدي وترويجي لمرشح حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان المسلمين، سواء كان مهندس خيرت الشاطر أو الدكتور محمد مرسي، يتم وفقا للإطار المهني وليس بالإطار الدعائي. يعني هل أنت مسموح أنت لكم لديكم في إطار هذا النظام، أثرت هذه النقطة، هل مسموح لديكم مثلا باعتبار أنكم أنتم تعبرون عن وجهة نظر الحزب وما إلى ذلك وتروجون له، وهذه مسألة مفهومة، لكن هل مسموح في هذا الإطار بأن يتم مهاجمة مرشحكم على صفحات جريدتكم، سواء من خلال كوادر موجودة في الحزب قد تكون لها رؤية مغايرة، أو من أصوات من الخارج ربما تنتقد ما تقدمونه من رؤى سياسية أو تعترض على مرشحكم؟ هذا ينطلق بداهة من فرضية أن هناك أصوات من الحزب أو من الإخوان اعترض على هذا الترشح. وانا اعتقد ان هذا غير صحيح. او على الاقل وزنه النسبي ليس بالتضخيم الذي يراه البعض. يعني احنا تعلمنا في كليه اعلام انه عندما نقول ان هذه المدينه او القريه خاليه من مرض، من مرض شلل الاطفال مثلا، فليس هذا ليس معناه ان الحالات صفر، ولكن معناه ان الحالات لم تصل الى النسبه التي تعتبر. فانت لا ترى ان معارضي رؤيتكم السياسيه او معارضي مرشحكم داخل جماعه الاخوان المسلمين او حزب الحريه والعداله لهم اي وزن نسبي يجعلكم تعبرون عن وجهه نظركم؟ انا اعتقد ان اعدادهم اعدادهم وتاثيرهم اقل مما يضخمه البعض. وماذا عن الاخرين؟ يعني هل الجريده يصدرها الحزب لكنها تتوجه للقارئ العادي وليس فقط لاعضاء الحزب، بدليل انها تباع وتوزع في الشوارع؟ صحيح. فهل وجهات النظر الاخرى الموجوده التي قد تعارضكم، تعترض على قراراتكم السياسيه او تعترض حتى على مرشحكم وتعارضه، هل هي حاضره في الجريده؟ أقدمها وأفندها. أقدمها وأفندها في نفس الوقت. ليس من المعقول ولا المتصور أن أقدمها وأتركها هكذا للقارئ يعتقد معها ما يشاء ويفسرها كما يشاء. مين بيفندها؟ هل حيب يفندها صحفيا؟ لا، يفندها القواعد المهنية. إما من خلال تحليل أو تقرير صحفي، أو من خلال تحقيق صحفي يتم من خلال استضافة مجموعة من الخبراء سواء كانوا من داخل الحزب أو من خارجه، يعقبون عن تلك الظاهرة أو يفندونها أو يفسرونها أمام القارئ. الحقيقة الأستاذ محمد أثار أكثر من نقطة مهمة، لكن أستاذ حنان الحقيقة في نقطة تبدو إشكالية لنا كلنا، وبنقع في اختبارات مهنية كثيرة فيما يتعلق بها. فكرة يعني أن نحن عقب ثورة، ظرف تاريخي لم يتكرر في حياة أي حد فينا قبل كده ونحن نمارس هذه المهنة، أن هناك مرشحين محسوبين على تيارات ما نطلق عليهم الفلول بين قوسين.
التعامل معهم إلى أي مدى علينا، هل نضع قواعد المهنية جانبا ونتحدث باعتبار الموقف السياسي؟ أين الخط الفاصل بين ما نعتقده تجاه مرشح وبين ما علينا أن نعبر عنه؟ هو هذا مأزق فعلا، لأنه ولكنه يرتبط بمدى ثورية العاملين في المهنة أنفسهم. بمعنى إيه؟ إن هو كلما زادت الثورية يقول لا، لن أسمح لأي فل من الفلول أنه يترشح أو نتعامل معه بهذه المهنية. وأنا أستخدم عن قصد ليس مصطلح الحياد، لأن الحياد هذا وهم كبير يعني، ولكن ممكن كم عن مهنية والتي لها شروط وضوابط وقواعد. لكن الموضوعية، لكن هل يحق للصحفي أن يغيب مثلا؟ يعني هو ينتقد مثلا مرشح عمر سليمان مثلا ولا يأخذ وجهة نظره؟ لا طبعا، يعني هو انه جزء من هذا النظام الفاسد، يجب ان الموضوعيه تقتضي ان نقول هذا ايضا. يعني هذا ليس بكذب، على العكس، فان انك يعني ذكرتي محاسنه او مساوئه، هذا يرتبط ايضا برؤيتك انت السياسيه ورؤيه الوسيله الاعلاميه، وده الخلط اللي حاصل، ودي النقطه اللي الفلول نفسهم بيستخدموها ضد الثوار او ضد المنطق الثوري. انتوا كده هتمارسوا الاقصاء اللي انتوا بتعانيتوا منه وبتعانون منه، فانت كيف تجرؤ على هذا؟ انت يعني هذا نوع من استخدام الحجة في غير موضعها لتبرير وضع خاطئ يمكن منه قتل الثورة مرة أخرى، سواء عمر سليمان أو غيره من الفلول الأكثر. لا يمكن أن تكون مخاوف، نحن نتحدث في ربما نقول كود جديد بيرسى للمهنة. أليس هناك مخاوف من أن يعني يترك هذه المسألة أثار يعني نعاني منها في التعامل مع بعضنا البعض كأبناء مهنة أو أبناء تيارات سياسية بينهم وبين بعض الآخر؟ ما هي دي مشكلة على فكرة من قبل الثورة، إن فكرة التبعية النظام الإعلامي للواقع السياسي هذه موجودة من قبل ومن بعد. المشكلة أننا الآن لسنا في ثورة كاملة، بمعنى أن النظام الإعلامي ليس ثوريا، الثوار لا يحكمون، وبالتالي لم يعيدوا تشكيل النظام الإعلامي بشكل أنه يعني يجيب عن هذه الأسئلة بشكل قاطع، وبالتالي نقطة التسلل التي ممكن أن تفتح باب انتقادات أقل للفلول هو أن المهنية تقتضي أنك تتعاملي معهم كأنهم مرشح رئاسي عادي، وتشوفي طب مشروعهم إيه للنهضة، وهم يعيدون بالاستقرار، وهناك قطاع كبير من الناس الذين ممكن أن يصدقوا هذه الوعود، وليس فقط أن يصدقوا، جزء كبير من الناس. قد يقول لك البعض أن حتى أنت لو بتحكمي شخص فمن حقه أن يدافع عن نفسه، أن يدافع عن نفسه وأن يكون له منبر من خلاله. بالضبط، وغير كده كمان الفوبيا المنتشرة والهلع والقلق والذي سام في نظام مبارك إلى حد كبير خلال 18 يوم، والكوارث المتكررة خلال الشهور التالية على خلع مبارك، هي كلها عند المواطن العادي غير الثوري، فهي يشعر بالقلق، يقول طب أنا أرجع بقى يعني أرجع تاني القديم أحسن. يعني نقاط مهمة، وحيك أثرتي مصطلح ينبغي التوقف عنده، موقف يعني ما معنى كلمة إعلام ثوري، وإلى أي مدى هذه الكلمة قد تضعنا في مأزق أمام قيم ومعايير مهنية استقر عليها؟ كيف يصبح الإعلام ثوريا ومحترفا في نفس الوقت؟ هل هي معادلة يمكن تحقيقها؟ أعود إلى ضيفي وأحاول طرح المزيد من وجهات نظرهم وطرح التساؤلات، ويمكنكم أيضا أن تكون لكم تساؤلاتكم التي تطرحونها علينا في هذه الوقفة التي نحاول من خلالها أن نتحدث عن معايير لتغطية انتخابية في ظرف سياسي شديد الدقة. ابقوا معنا مشاهدينا، توقفوا معكم وفاصل قصير يتخلله موجز لأهم وآخر الأنباء، بعدها أعود معكم لاستكمال هذا اللقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، أعود إليكم وهذا النقاش في هذه الحلقة من مصر إلى أين، التي نحاول من خلالها أن نجيب على الأسئلة، أسئلة المعايير والقواعد التي علينا أن نلتزمها في تجربة جديدة علينا تماما كممارسين لمهنة الإعلام وكمتابعين لها وكمشاهدين وكقراء. الأسئلة التي نطرحها على أنفسنا قبل أن نطرحها على الآخرين عن معايير التغطية الانتخابية للسباق الرئاسي. ربما كان من المفيد أن أتوقف هنا عند وثيقة بالفعل معايير نشرت وضعتها وزارة الإعلام المصرية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون عن مبادئ ومعايير موحدة للتغطية الإعلامية، من خلالها يعني تحدثت أو ركزت على فكرة الفرص المتساوية، على التمييز بين ما هو إعلان وبين ما هو دعاية مجانية لكل مرشح والتساوي فيها، ووضعت قواعد لهذه التغطية تلزم من يقدم إعلانا أو يروج عن نفسه بألا يسيء للمرشحين الآخرين وألا يتجاوز ثوابت مثل الوحدة الوطنية أو يسيء إلى أشخاص بعينهم أو يحط من قدرهم. لكن هل تكفي هذه الوثائق والمبادئ والمعايير وحدها كقواعد عامة دون أن نطرح الأسئلة علينا وعليكم كممارسين ومشاركين جميعا في هذا السياق؟ ونحاول أن نتوقف عند بعض الممارسات
هذا ما أعود إليه من جديد مع ضيفي اللذين أكرر الترحيب بهما. أكرر الترحيب بالأستاذة حنان بدر مدرس الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الأستاذ محمد مصطفى مدير تحرير صحيفة الحرية والعدالة الناطقة باسم حزب الحرية والعدالة. دكتورة حنان، كنا توقفنا قبل الفاصل عن فكرة وصف الإعلام بأنه ثوري والإشكاليات التي يمكن أن يفرضها هذا المصطلح. هل مثلا فكرة ثورية الإعلام تفرض على وسيلة الإعلام أن تتبنى مثلا التقليل من مرشحين أو مهاجمة مرشحين باعتبار أنهم لا ينتمون للثورة، أو تمجيد مرشحين باعتبار أنهم أبناء الثورة؟ الإشكالية المهنية هنا قبل أن تكون إشكالية سياسية. حقيقي هو المفروض هنا أن نتعامل مع مصطلح الثورية برؤية جديدة خارج القوالب والمسميات. يعني الثورية ليس من الضروري أن أمجد بالثورة وأن أمجد منها وأن أمدح في كل رموزها، ولكن أيضا الثورية هنا بمعنى ثورية في الأداء، بمعنى أنني أقدم أداء مختلف مقنع، أحترم القارئ، أنني أقدم المعلومة وأنني أقدم التحليل، وحتى وإن كانت هناك تحيزات أن أعلن عنها يطلع المشاهد أو القارئ على ما يريد. وهذه مسألة مهمة، يعني في بعض الدول الديمقراطية تفصح الجريدة أو وسيلة الإعلام أنها تدعم مرشحا بعينه. هل هذا مقبول في وسائل الإعلام العربية؟ هل مقبول في مصر مثلا أن تأتي، يعني مفهوم أن صحيح الحرية والعدالة ستدعم بالطبع مرشح الحرية والعدالة، لا تطلب منهم أن يدعموا مرشح آخر، لكن أن تأتي مثلا صحيفة مهمة مثل الشروق مثلا وتقول أنها تدعم في السباق الرئاسي مرشحا بعينه، هل هي ممارسة صحفية مقبولة في هذا الوقت؟ هذا يرتبط بالسياسة التحريرية طبعا لكل جريدة. دعيني أقول أن هذا ليس ممنوعا، ليس مجرما قانونا، ولكن هي الرؤية التي ترتضيها كل وسيلة إعلامية لروحها لذاتها. يعني وإن كان يعني أنا في رأيي الشخصي مهنيا هذا يضعف مصداقية الصحيفة. يعني نحن عندما نتعامل مع الإعلام الحزبي نحن نقول هذا إعلام حزبي معروف اهتماماته، وأيضا دائرة قراءه سوف تكون من المنتمين لهذا الفكر وبالتالي يريدون أن يقرأوا، يعني ودائرة الاهتمامات أيضا تكون إلى حد ما أقل يعني أو أكثر ضيقا عن الإعلام الغير الحزبي. لكن أنا أتصور أن المهنية هنا تقتضي أن أعطي فرصة متساوية، ولأن طبيعي تحيزاتي أن عندما يعني إذا كان هذا مفهوما أو واجبا لوسائل الإعلام المملوكة الممولة من أموال دافع الضرائب زي التلفزيون الرسمي وزي الصحافة القومية، فهل هو نفس الالتزام واجب على الصحف الخاصة؟ لا، ليس واجب، وأنا ده اللي أنا قلته، ولكن هو يتسق مع رؤية الصحافة لنفسها. يعني بمعنى إيه؟ ممكن هو المشكلة هنا، أنا عايز بس أقول في إشكالية هنا الأجندة الخفية. بمعنى إيه؟ المشكلة إن ودي عندنا مشكلة في العالم العربي بصفة خاصة، وهي شفافية ملكية الإعلام. أحيان كتير المواطن العادي لا يعرف من إن صاحب المصنع الفلاني هو أصلا برضو اللي أو صاحب الإمبراطورية الاقتصادية الفلانية يصدر صحف ويملك شبكة قنوات، أو رئيس الحزب الفلاني عنده وسائل إعلامية وكذا. فده خلط، وبالتالي هنا لازم يبقى فيه شفافيه، بمعنى ان كل سنه لازم الوسائل الاعلاميه دي تعلن عن الملكيه بتاعتها، عن الميزانيه بتاعتها. ده احنا بنتكلم في حاجات رفاهيه، يعني انا اتكلم ممكن عن عالم خيالي ومثالي وانت في المهنه يعني طبعا. على كل الاحوال احنا لذلك سندخل في هذا الجزء من الحوار في تفاصيل اكثر متعلقه بانتخابات الرئاسه، لكن لا اريد ان افلت النقطه اللي اشار اليها الاستاذ محمد مصطفى في النقطه في الجزء الاول من الحوار. انت تحدثت بشكل صريح ومفتوح عن فكره انكم تدعمون وتبررون وتعارضون وتفندون وجهات النظر التي تهاجم مرشحكم أو تهاجم سياسات الحزب الذي تعبرون عنه. لا. لكن هنا أريد أن أسأل عن الفرق بين الدعاية الحزبية وهي أمر مشروع ومفهوم في إطار صحيفة حزبية، وبين العمل المهني. يعني كيف تحسمون هذا الفارق؟ يعني ياخذ عليكم البعض مثلا انكم، يعني اذا نظرنا مثلا الى العدد اليوم من الحريه والعداله، هناك عنوان بالخط الاحمر مثلا بالبنط الاحمر لحمايه الفلوس، نتحدث عن الخط الثالث او الخط الثالث هذا الاحمر الكبير. نعم. وهذا هو الذي تستخدمه عاده الصحف في التعامل مع الحدث الجلل الخطير وفقا لترتيب اولويه هذا عن دعم الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح لمرشحكم الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحريه والعداله. اذا جاءت بكره، وانا اتحدث هنا في سياق الخبر، اذا جاء في الغد مثلا ان التيار السلفي، الجبهه السلفيه، الجماعه الاسلاميه التي اجرت تصويتا مبدئيا لصالح مرشح اخر هو الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، هل ستبرزون الخبر بنفس الطريقه؟ بالتاكيد لا. يعني هذه صراحه اكثر مما كنت اتوقع. انا قلت الحدث في الجزء الاول ساكون اكثر كرما مما يعني اعتقد البعض. بالتاكيد لا. بالتاكيد حزب الوفد انما يحظى او يعني ينتكس مثلا مرشحوه
في الانتخابات البرلمانيه ولا يحققون نتيجه يعني متوقعه. هل يحاسبك بمعايير المهنه ولا بمعايير الدعايه؟ نعم. كيف يحاسبك الدعايه؟ انا اريد أن يعني ان اتحدث بس باستفاضه اكثر. نعم. الدعايه هي بوستر معلق على الحائط. هو منشور يوزع امام في الميادين وفي الشوارع من اجل الدعايه لمرشح ما او لتيار ما. ولكن الصحيفه تقدم ذلك المضمون وذلك المحتوى من خلال معايير مهنيه واضحه، من خلال قوالب صحفيه يعني معروفه وراسخه في العرف الصحفي. اريد ان اتحدث في نقطه يعني شديده الاهميه، يعني طبعا حفظي أريد أن أكمل فكره تعريفك لمفهوم الدعايه وقصر القوالب المستخدمه. انا اريد ان اتحدث بوضوح ان كان هناك حديث لما يعني يمكن ان نطلق عليه بين قوسين المشانق المهنيه، فتعلق المشانق المهنيه للجميع. يعني انا ارفض مشانق. لا اتحدث يعني عن حضرتك، لكن اتحدث عن الوصول الى معايير متاسسه للجميع. انا اتحدث عن مناخ عام يصدر تهم لتيار بعينه او لاداء اعلامي لتيار بعينه وهو الاخوان المسلمين او حزب الحريه والعداله، ويتناسى المعالجات او التغطيات لغيره من التيارات. اريد ان اوضح بمثال حتى يعني يتعرف عليها المشاهد معنا وحتى نقرب الصوره. عندما يكون هناك اليوم هو الجلسة الأولى لبرلمان الثورة أو البرلمان منتخب عقب انتخابات حرة نزيهة في مصر بعد ثورة 25 يناير، أليس من المتوقع والبديهي أن يكون ذلك هو المتصدر لعناوين الصحف الصباح؟ ماشي. ماذا لو كانت هناك إحدى الصحف وفقا لسياساتها التحريرية، وفقا لنمط ملكياتها، وفقا لتوجهاتها، اختارت في هذا اليوم أن تصدر صحيفتها بعنوان شهدائك يا مصر وتقدم ملف عن الشهداء في الصفحة الأولى؟ يعني مسألة يعني يمكن أن تكون هو يرى أن الشهداء هم الذين أدوا لهذا الإنجاز. أريد أن أكمل اتفضل. وذلك يكون عبر الصفحة الأولى بالكامل دون أي إشارة، لأن البرلمان سوف يعقد اليوم. ماذا أريد أن يعني أستخلص من ذلك باعتباري القارئ لهذه الصحيفة؟ أريد أن أقول أنه يريد أن يبرز دور ما للثورة، أو يريد أن يعلي من موضوع معين، ويريد أن يعني يخفي دور انعقاد البرلمان. يعني بين أريد أن أكمل في اليوم التالي لانعقاد البرلمان، من البديهي والطبيعي والمتعارف عليه ان يكون تكون الصفحه الاولى عن خبر اختيار الدكتور سعد الكتاتني رئيسا لمجلس الشعب. هذا هو الخبر رقم واحد في مصر من الاسكندريه حتى اسوان. يعني برضه مساله ترتيب الاولويات الصحفيه نعرف جميعا كعاملين في المهنه انها خاضعه لوجهه نظر من يقوم بذلك. هذا رئيس تحرير احنا بنتكلم يا فندم دلوقتي في الفرق بين الحدث. يعني لا يستطيع ان يقول احد ان هذا الحدث هو الاهم. نعم. من وانه يعني يجب ان يكون في فرق بين الحدث الأولى في الحدث وطريقه تناول الحدث. نعم. انا اقول واكرر ان هذا من حق الجريده، يعني انا لا احاكم احدا، هذا من حق الجريده ان تختار. انا فقط اريد ان اسالك هذا من حق الجريده ان تختار الحدث الابرز لها في هذا اليوم. يبدو ولكن بشكل عام ولكن لا تحاكمونا. نعم. عندما يكون لنا نفس الحق. جميل. انا لا اتحدث عن المحاكمه، لكن فكره يعني انت تحدثت عن مشانق وعن محاكمه وتحدثت بشكل بدا فيه الدفاع. الحقيقه ان هناك ملاحظه ليس هناك دفاع ولكن هو توضيح للصورة ربما لا تكون يعني واضحه عند الكثيرين. على سباق رئاسي من المؤكد ان نبره النقد الاعلامي فيه ستعلو تماما. نعم. لماذا يبدو التيار الاسلامي بشكل عام يعني شديد الحساسيه تجاه النقد وتجاه التساؤل، ويفسر دائما مثل هذه المسائل باعتبار انها مؤامرات على الاسلام وعلى التيار الاسلامي؟ ليست هناك اي مؤامرات. انا يعني التيار الاسلامي يتقبل كل انواع النقد بمنتهى الوضوح، ويعني ليست عندي اي مشكله في الحديث عن تقييم الجريده او تقييم اداء الاعلامي للحزب او للاخوان، ولكن اريد فقط من ان تكون هناك مسطرة المعايير واضحة وواحدة وموحدة. عندما تهاجم وسيلة إعلامية لأنها أبرزت حدثا ما، يجب أن تهاجم وسيلة أخرى عندما تبرز حدث آخر. هل أن تعطي الحق للجميع أن يختار وفقا لسياسات التحرير. هل يمكن تصوير الأمر بهذه الطريقة دكتور حنان؟ أنا أعتقد أن هذا يعني لا، ده تحيز كبير للذات. أنا ما أقدرش أقول أصل كله بيعمل كده فأنا كمان إيه المشكلة أن أنا أعمل كده. أريد معايير واضحة دكتور حنان. أريد معايير واضحة معروفة، المعايير المهنية الإعلامية واضحة والإعلاميون المحترمون يعلمونها تماما. كون أن الممارسة الإعلامية لم تكن في صالح هذه المعايير لفترة طويلة، ونحن نتكلم عن عقود وليس عن بضعة شهور بعد الثورة، فهذا لا يعني أن احنا كمان بعد الثورة وبعد أن صرنا في موقع سلطة وأصبح لنا صوت أننا نمارس نفس الأخطاء التي نشكو منها. لا، أنا ممكن أرسي مثال وبالتالي سوف تنقرض هذه الأمثلة الأخرى من التحزب الواضح. وعلى فكرة لا يوجد هناك
يعني التوحد حول فكرة ما أن هي التي ستكون الخبر الأول في على منشطات الصحف على سبيل المثال. يعني هذا لا يحدث إلا أيام ما كانت العناوين بتيجي موحدة من أتحدث عن الحدث الأبرز في مصر يمكن ان تبرزه باي شكل يعني. ابرز من وجهه نظر الصحيفه واختياراتها يا فندم. خلي بالك ان ايوه هو ده بالظبط اللي احنا عايزين نوصل له، ان هذا هو الابرز من وجهه نظر الصحيفه. لكن نعم اعطينا هذا الحق لجريده اخرى ان تختار الحدث الابرز من وجهه نظرها. فلماذا يعني نسلب هذا الحق من جريده الحريه والعداله او غيرها عندما تبرز خبرا اخر او موضوعا اخر او تتجاهل الخبر؟ هل حقا تتجاهل الاخبار مثلا كما يعني المسطره واحده، المعيار واحد، المعيار واحد. عندما تعطي الحق لوسيلة إعلامية أو لصحيفة لها الحق أن تبرز ما تبرزه أو أن تخفي ما تخفيه أو تعمل يعني كل أدوات الإبراز، يعني عفوا بس حتى كل أدوات الإبراز أنت تتحدث المتاحة عن مسطرة معايير نعم يقف عليها الجميع، فلا يليق أن حضرتك يعني تتحدث عما تراه أخطاء الآخرين باعتباره مبرر لخطأ تقع فيه. لا أقول أنه مبرر، أنا أقول أنه من حق الصحيفة وفقا لسياستها التحريرية اللي عرفناها في الجزء الأول من حديثنا أنها تنشر، يعني أنها لها الحق في ما تنشره وكيف تنشره. من حق كل صحيفة وكل وسيلة إعلامية أن تفعل ذلك دون أن يكون ذلك مخطئا من وجهة نظر الآخرين. هو على كل أنا أردت فقط أن أذكر أمثلة لإزدواج المعايير في التعاطي الإعلامي مع ما تنشره. هو على كل الأحوال إن من المؤكد إن الفترة القادمة ستشهد تصعيد في نبرة التراشق ربما والدعاية، ولذلك كان من المهم في هذه الوقت في هذا الوقت أن نتحدث عن المرحلة الانتقالية ربما بكاملها وعن العيوب أو المميزات التي شابت التغطيات في هذه الفترة حتى نستفيد منها كنوع من أنواع النقد الذاتي للعاملين في هذه المهنة وكنوع من التوعية للمتعاملين معها من قراء ومشاهدين. لذلك اسمحوا لي أن أعود إلى الدراسة التي كنت قد بدأت بالتنويه عنها والتي أجرها الشبكة العربية أجرتها الشبكة العربية للمعلومات لمعلومات حقوق الإنسان وأعدها مجموعة من الباحثين وحررتها الأستاذة نفيسة الصباغ التي تنضم إلينا عبر الهاتف. أستاذة نفيسة حقيقة كان مفروض أن تكوني معنا لكن يعني نتمنى أن يكون المانع خير. أنا تفضلي. أحب أعتذر بشدة، طبعا كان نفسي أبقى متواجدة خلال الحوار ده، وأشكر الضيوف لأنهم أثاروا نقط كتير مهمة بالفعل. لكن أنا حابة بس أعلق تعليق سريع قبل ما أبدأ. تفضلي. فعلا كل صحيفة ليها الحق في تحديد سياستها الإعلامية، وكل وسيلة إعلامية بشكل عام مش بس صحيفة، لكن من المهم هنا التأكيد على أن وضوح هذه السياسة الإعلامية ومصارحة القارئ بها. الشيء الآخر مهم أنها ما يبقاش فيها، مش عايزة أكون بس بتستخدم ألفاظ حادة، بس أنا عموما كلامي لا يوجه لوسيلة إعلامية بعينها، لكن أنا بتكلم على قواعد عامة يمكن أن تفيد الإعلام في مصر خصوصا في مرحلة شائكة بالشكل ده. نعم. مهم أن احنا نبتعد قدر الإمكان عما يمكن اعتباره تدليس أو محاولة لتلوين حقائق أو إخفاء حقائق. إبراز بالأساس الخلافات كخلافات فكرية وليس كمشاحنات بين أشخاص ووقوف على تفاصيل هي قشور أكثر منها القضايا الحقيقية الجوهرية اللي بتأثر على المواطن المصري وعلى مستقبل الدولة. طيب أنا أعتقد أن دي من الأخطاء اللي ظهرت في التغطية الإعلامية. طب اسمحي لي انا حابه اسال حضرتك على نقطه مهمه اثيرت قبل قليل، وهي النقطه الخاصه بان هل نستطيع ان نقول مثلا ان تعبير صحيفه ما عن حزب، يعني هو هذا في حد ذاته اعلان عن تحيز ما، يعطيها ربما مساحه اكثر من القدره على ان يكون لها اجنده واضحه ولا يحاسبها القارئ باعتبار انها اعلنت عن انحيازها من خلال الافصاح عن الحزب الذي يقف وراءها؟ ده بالتاكيد حقها الكامل انها تعبر عن الحزب، لكن اعتقد ان ما هو مطلوب من كل الصحف الحزبيه بشكل عام ان هو عبر عن حزبك بطريقه مهنيه، وفي نفس الوقت من حق القارئ بتاعك كمان سواء بينتمي للحزب او لا ينتمي للحزب، قد يكون حزبي محتمل في فتره ما، ان هو يشوف رد منطقي وعقلاني للانتقادات اللي بتوجه للحزب ولمواقفه. نعم.
يعني مش مطلوب مني ان انا اتبنى الانتقادات، ده بالتاكيد مش هيحصل. لكن المفروض ان انا يبقى في رد منطقي. الحاجه الثانيه اللي اعتقد انها بما ان الحريه والعداله ممثله هنا فاقدر اتكلم بدون تحرج، وهيبقى في استاذ محمد علي يتحمل بقى النهارده حضر في تفاصيل انا ممكن اعبر عن الحزب ده حق كامل، لكن اعتقد كان في خطا ضخم عملته الصحيفه فيما يتعلق بالتعامل مع الأمريكية ومع الشرطيين. نعم عفوا استاذ نفيس، انا ممكن اعترف بهذا الخطا ويمكن ان اعتذر عنه على الشاشه. اتفضلي يا استاذه. فعلى الاقل كان المفترض مهنيا واعلاميا ان انا برجع للناس نفسها بترد على الاتهامات، وفي كان في معلومات مغلوطه في التغطيه. اعتقد ان دي مش خاصه بالحريه والعداله لوحدها، دي حادثه قد تتكرر مع اطراف مختلفه في اغلب. والحقيقه حضرتك اثرتي نقطه مهمه جدا، انا حابه ارجع بعد قليل للاستاذ محمد فيها، وهي فكره عند اجراء الاشكال الصحفيه المعروفه زي التحقيق او زي ما الى ذلك، اهميه اللجوء الى المصادر الاخرى وليس فقط الاقتصار على مصادر الحزب. لكن انا حابه اعود الى الدراسه المهمه والكبيره الحقيقه، انا اطلعت على يعني بعض ملفاتها اللي اجريتوها واللي غطت فتره زمنيه ليست قليله من يوليو الى يناير، وتوقفتم فيها عن تغطيه وسائل الاعلام لمرشح الرئاسه، مع التنويه ان هذه الفتره لم تكن قد شهدت بعد ترشيح اسماء دخلت الى السباق في مرحله لاحقه. تفضلي. بالنسبه للدراسه هي بالاساس كانت محاوله لرصد التعامل الاعلامي مع مختلف المكونات اللي بتغير شكل الساحه السياسيه في مصر. نعم. اللي هي جانب منها الأحزاب السياسية والفاعلين السياسيين بما فيهم المرشحين المحتملين للرئاسة، والجانبين الآخرين للدراسة كان المجلس العسكري وكان الملف القضاء بأجنحته الثلاثة. بالنسبة للمرشحين المحتملين اللي هو أعتقد بيتعلق أكثر بموضوع الحلقة، كان في مشكله خلال المرحله اللي هي فكره الارتباك الشديد على الساحه الاعلاميه اللي خلى الناس في لحظه بتلهث وراء اخبار وبتجري وراء اخبار، وفي ارتباك في السياسات التحريريه حتى اللي كانت واضحه في فتره من الفترات بدات ترتبك وتحاول تتابع الاخبار، وفي لحظه تتوقف بناء على ما قد يبدو. انا ما اقدرش اقول انها تعليمات، ما اقدرش اجزم لان ما عنديش معلومات بده، بس ما قد يبدو انه توافق مع موقف رسمي او معارضه لموقف رسمي او توافق مع موقف تغير موقف حزبي بناء على يكون هناك شواهد مثلا حضرتك تقدري توصلي منها الى هذه النتيجه. النتيجه توصلنا اليها اولا كنا بنقيس بالسنتيمتر لتمثيل الفاعلين المختلفين. بالنسبه لمرشحي الرئاسه مثلا كل من اعلنوا انفسهم مرشحين محتملين حتى يناير الماضي اسمائهم بيتم القياس بطريقتين، الكميه اللي هو بنرصد فيها كام سنتيمتر تم تخصيصه لكل مرشح من دول بشكل يومي طول الفتره، وبالنسبه للبرامج الحواريه كام ثانيه خصصت لهذا المرشح، والمواقع كانت بتبقى بعدد الكلمات. طيب يعني الحقيقه ان هذا القياس الكمي يا استاذه نفيس عاده بيواجه انتقادات يعني غير قليله، لان حضرتك ما بتحلليش هنا مضمون ما قيل في هذه الدقائق اللي ظهرت، وهل كان الحديث عنه بالايجاب ولا بالسلب ولا باي طريقه؟ ده الشق الاخر للرفض اللي هو كان الرفض الكيفي، نوعيه الانحيازات ومدى تكرارها. وكنا حريصين في هذا النوع من الرفض لانه برضه بيوجه له انتقادات كثيره، لانه قد يكون في جانب شخصي وحكم شخصي، ان احنا تقريبا المشروع عمل فيه اكثر من 35 شخص، كنا عاده بنغير الاشخاص بشكل اسبوعي على الوسائل الاعلاميه المختلفه بيرصدوا فيه الانحيازات المختلفه، سواء الانحياز بالابراز او الانحياز بالمساحه، الانحياز بالتمثيل بانتقاء المعلومات السلبيه او اللي بتدي انطباع سلبي، او انحياز من خلال تقديم معلومات بتدي انحياز انطباع ايجابي، انحياز بفرد صور بشكل افضل، هل في خلط بين الخبر والراي في الحدوته، هل في انحياز في عدد مقالات الراي اللي تم
رفضها بتغطي مرشح بعينه او لا. الحقيقه انا مش حابه ان حضرتك تذكري الوسائل بشكل تفصيلي يمكن، او البرامج الزميله على فضائيات اخرى اللي حضرتك رصدتيها، لكن من النقط اللي انا وقفت عندها في التقرير ان حضرتك رصدتي يعني او قسمتم لنوعين، نوع من انواع الاعلام اللي هو مثلا نستطيع ان نسميه المستقل، وبين اعلام الدوله وبين الاعلام المحسوب على التيار الديني المتمثل في فضائيات تتحدث باسم هذا التيار. هل كان في فروق في المعالجه وفق لهذا التقسيم؟ احنا بس للاسف في اختيار العينه في البدايه، احنا اعتقد ان من الحاجات اللي لابد تلافيها لاحقا هي الاعلام المحسوب على التيار الديني، لان في البدايه كانت بدايه مناقشه المشروع وتحديد العينه كانت مباشره تقريبا بعد الثوره. بعد الثوره فورا. فكان تم الاختيار بناء على ابرز الوسائل الاعلاميه السياسيه المملوكة محليا لمصر، سواء للدولة أو لرجال أعمال مصريين. ومن انطلاقا من هذا من هذه المعايير اللي خدناها في انتقاء العينة، خرجت بره الحسابات الفضائيات يعني على كل الأحوال احنا بنحاول نبحث عن القواعد العامة اللي وصلت إليها. ويعني هل حضرتك لاحظتي ان يعني كان في تفاوت بين الثلاث انواع اللي حضرتك اللي اشرت اليهم قبل قليل في التغطية بالنسبة لانحيازات المرشحين أو تغطية الموضوعات اللي حضرتك ذكرتيها؟ كان في تفاوت بالنسبة للمرشحين بالضبط، بس كان التفاوت الأبرز بين نوعيات الوسائل الإعلامية اللي هي بين الصحف مقارنة بالمواقع الإلكترونية، مقارنة بالثلاث برامج اللي هم أعتقد إحنا بنتكلم عنهم بس، لكن لا يمكن إن إحنا نعتبرهم ممثلين عن كل الإعلام. اللي هي كانت برنامج العشرة مساء وبرنامج بلدنا بالمصري وبرنامج مباشر من مصر. اعتقد انهم اقدرش اقول ان دول بيمثلوا الاعلام، لكن على كل الاحوال بيمثلوا نماذج مختلفه للاعلام الخاص مباشر من مصر. اعتقد انه برنامج يذاع على التلفزيون المصري المملوك للدوله. بس كان في ملاحظه مهمه في البرنامج بالنسبه، اولا خلينا نفرق بين النتائج اللي طلعت بتفرق بين الثلاثه. الأكثر انحيازا كان الإعلام المطبوع. الأكثر تحررا من القيود حتى بما فيهم الموقع بوابة الأهرام اللي هو من المفترض إنه تابع لمؤسسة مملوكة للدولة، كان مختلف كتير جدا عن الصحيفة الرسمية في التوقيع بتاعته، فكانت الانحيازات أقل بكثير من انحيازات الصحيفة المطبوعة. الأكثر ميلا وقدرة على تحقيق معدل اعلى من التوازن وتقديم الراي والراي الاخر كان الاعلام المرئي. هل حضرتك رصدتي مثلا، يعني هل نستطيع ان نقول ان هناك معايير عامه مهنيه تطبق في هذه المساله، ولا المساله كانت شخصيه ترجع الى القائمين على الوسيله نفسها او البرنامج نفسه او البوابه بذاتها؟ أنا أعتقد أنها مش قائمة على سياسة تحريرية عامة للمؤسسة بقدر ما هي القائمين على البوابة مقارنة بالقائمين على الصحيفة المطبوعة. نعم. لأن في النهاية نفس الملكية بنفس الإدارة تقريبا، اللي هو الهيكل الإداري الأعلى للمؤسسة الأهرام واحد، فلما يبقى في اختلاف بين الموقع الالكتروني وبين الصحيفه المطبوعه ما اقدرش اقول ان ده توجه رسمي. طب اسمحي لي انا بس عايزه اقفز مباشره الى النتائج، هل لاحظتم فعلا ان كان في تحيزات مثلا فيما يتعلق بمرشحي الرئاسه وازاي قدرتوا ترصدوه؟ في مرشحي الرئاسه بالاساس على سبيل المثال مثلا كان الاكثر رصدا او الاكثر انحيازا لي من خلال المساحه بغض النظر استاذه نفيسه في اللحظة الحاسمة تنقطع الاتصال مع ضيفتنا. على كل الأحوال الدراسة موجودة ومنشورة على موقع الشبكة العربية لحقوق الإنسان لمن أراد أن يطلع عليها بشكل تفصيلي. أعود إلى ضيفية على الهواء مباشرة. أستاذة حنان، الحقيقة إن يبدو إن زي ما الثورات العربية أثارت مسائل كثيرة متعلقة بالمهنة ونظرتنا ليها ومعايير المهنية، فالحقيقة إن الانتخابات الرئاسية ستحدث كذلك. ما وصف البعض بإنه يعني غياب معايير مثلا في الساحة الإعلامية، وجود الكثير من الوسائل التي تعبر عن اتجاهات كثيرة، هل يمكن إخضاع الجميع لنفس المعايير، ولا المسألة صعبة في ظل غياب تشريع يقوم بذلك؟ هل نحتاج لتشريع هنا؟
نحن نحتاج لتشريعات يعني او اعاده تشريع. هو الحاصل ان السيوله في العالم السياسي تنعكس ايضا على هناك ايضا سيوله في الاعلام. بمعنى ايه؟ نحن يعني يخترع نفسه من جديد وطبيعي يعني نحتاج قوانين يعني جديده في موضوع الملكيه، نحتاج الى ضوابط اكثر، ولكن انا لا اريدها من خارج النظام الاعلامي، انا اريد ضوابط من داخل الاعلاميين. تنظيمي الذاتي يجب ان يعني يكون اكثر صرامه مع الاخطاء الاعلاميين انفسهم، وايضا يعني اكثر شراسه في الدفاع عن حقوقهم. نعم، هي معركه لا تكون مساله من خارج، ليس من خارج. في ظل كمان الحديث الموضوع هنعود لي مره ثانيه الحديث عن مشروعات قوانين لتنظيم البث ولحريه المعلومات، لكن دعيني اقول ان هناك استقطاب. المشكله ان عايزه اعود لنقطه الاستقطاب، دي عامله تعدديه خارجيه. بمعنى ايه تعدديه خارجيه لوسائل الاعلام؟ يعني ليس في داخل الوسيله الواحده تلاقي اصوات كتير، ولكن علشان تعرفي صوره كامله عن اللي حاصل وعن المرشحين محتاجه ان انت تطلعي على خمسه ست على اكثر من وسيله، وبالتالي دي مشكله، وخاصه مع مرشحين لرئاسه في وقت ماراثون، يعني هو وقت ضيق جدا من اجل المواطنين ان هم يطلعوا على المعلومات التي سوف تساعدهم على اتخاذ القرارات، وهي في النهايه بيحصل اختزال. يعني هو في الاخر انت مرشح الرئاسه ده بيحصل اختزال المعلومات وحسب الانطباعات. هل مثلا الاطلاع على بعض المعايير اللي وضحها يعني هي معايير معروفه ومفهومه تطبق في التوازن الموضوعي، عدم الاساءه لمرشح مثلا اخر على حساب مرشح، عدم المساس مثلا بثوابت زي الوحده الوطنيه او ما الى ذلك، هل يسهل تطبيقها او رصدها في اوقات يعني مثلا كان لدينا الانتخابات البرلمانيه كانت المساله خارج السيطره تماما، هل يتكرر نفس المشهد في الانتخابات الرئاسيه؟ مشكله هذه الصياغات انها عاده ما تكون فضفاضه، وهذه مشكله يعني عامه في التشريعات الاعلاميه بصفه عامه. وما يعني ايه الاساءه الى ثوابت الوحده الوطنيه؟ ممكن قابله للتاويل، ولكن عاده ما يكون في نظر اللجنه التي اصاغت هذه النصوص فكره معينه او يعني امثله معينه. الفكره هنا انه اللي حاصل ان هو لا يوجد رد في النهايه. وسائل الاعلام تفعل ما يعني زي ما ذكرتي مثال الانتخابات البرلمانيه، هل سمعنا عن اي عواقب او نتائج او تحمل المسؤوليه الاجتماعيه لوسائل الاعلام، المسؤوليه المهنيه انها تتحمل؟ لكن بتبقى الصوره الذهنيه يعني استاذه نفيسه، استطاعت ان تتذكر نموذج باعتبار الاستاذ محمد موجود معنا نموذج، وهو الراجل هو لا معنا محتاج عشان نفيسه ما سمعتوش. يعني هذه الفتره كانت فتره يعني متميزه بالسيوله الشديده، وكانت فتره عصيبه جدا، فتره قرب الاحتفال بالذكرى الاولى للثوره. وانا كتبت الكلام ده في جريده الحريه والعداله في عمودي، وكتبته يمكن عبر صفحات جرائد اخرى، ان انا حسيت ان الجريده عندنا كانت ربما كانت اكثر حده مما يجب ان تكون عليه، ربما اعطت بعض التيارات او الاصوات قليله العدد قليله التاثير ربما تكون قد اعطتها حجما اكبر من حجمها، ربما كان ذلك من منطلق وطني للتحذير منها، للتحذير من بعض ما كانت تبثه. هل احيانا السياسه فيما يتعلق بصحيفة حزبية أو تمثل سياسة أحيانا بتجني على تحري الدقة مثلا في بعض الأخبار؟ عند الكل، لكن أنا أتحدث عن نفسي، فأنا يمكن قدمت أكثر من مرة من باب نقد الذات ومن باب شجاعة الاعتراف بأنه قد يكون ربما يكون قد حدث خطأ ما. المثال الذي ذكرته الزميلة الأستاذة نفيسة فيما يتعلق بموضوع الاشتراكين الثوريين وبندتا هو كان نفس الفترة. موضوع الاشتراكين الثوريين للأمانة نحن اتصلنا بالأستاذ كمال خليل بنفسه لكي يوضح هذا الأمر لكنه رفض. يعني كنت حضرتك سألتي على الهواء ازاي احنا نقدر مع المصادر المختلفة، هو رفض يعني هو رفض ذلك. ربما كانت كما أقول يعني وأكد ربما كان ينتظر اعتذار مثلا لا هو يعني احنا سألناه وهو رفض الحديث، لكن بشكل أو بآخر يعني حتى يعني لا ننغمس في التفاصيل، ربما نكون قد قدمنا بعض المعالجات شديدة الحدة شديدة السخونة أعتذر عنها. هل وأعتقد أن التجربة سوف تنضج نفسها بنفسها، سواء كان لجريدة الحرية والعدالة أو غيرها من الصحف، سواء كانت للتلفزيون الرسمي المصري أو لغيره من القنوات. أعتقد أن التجربة جديدة علينا جميعا، وأن التجربة سوف تنضج نفسها بنفسها. والمهم كما قالت الدكتورة حنان أن تكون هذه الضوابط والمعايير من داخل الإعلاميين. أنت قبل قليل قلت أنك مثلا لن تبرز بنفس البونت وبنفس الطريقة إذا لم يفز مثلا الدكتور محمد مرسي اللي هو مرشحكم بدعم بقية التيارات، لكن هل ستتجاهل الخبر تماما ولا سيتم الإشارة إليه بشكل آخر؟ كيف تتعاملون مع المرشحين الآخرين؟ المرشحين الآخرين أنا قدامي نوعين من التعامل، إما أن أقدمه بشكل متجرد جدا محايد جدا، عرض برنامجه عرض أفكاره عرض مشروعاته، وذلك بالتأكيد ليس مكانه الصحيفة الحزبية التي لها مرشح رئاسي، وبالتالي أنا أقدم ما
وربما يكون هناك ممارسة أخرى على الجانب الآخر هي ممارسة الدعاية السوداء، أنني أقدم المرشح من خلال إبراز كل ما نواقصه وعيوبه ونقاط ضعفه، وذلك أيضا نحن لا نتبناه في الحرية العادلة. نحن نقدم أخبار عن المرشحين الرئاسيين الآخرين فيما يتعلق بنقاط الاتفاق المشتركة. عندما يتحدث مرشح رئاسي حول رفضه لإعادة إنتاج نظام مبارك، حول تأكيده على مطالب الثورة، حول تبنيه لمليونية أو فعالية من الفعاليات، فنحن نبرز ذلك ونؤكد وجوده وتواجده دون يعني أن ننحرف يمينا أو يسارا. جميل. وهذا دون أن نقدم برنامجه ذكرت محدد مهم جدا معروف في كل الأوساط المهنية، وهذا نعم. عدم خلط الرأي نعم. بالخبر. حقيقة أستاذ حنان يعني متغير آخر بيبرز في هذه الانتخابات الرئاسية ولا يمكن تجاهله، وهي فكرة الصحافة ما يقال الصحافة الشعبية أو الصحافة البديلة أو المواقع التواصل الاجتماعي التي تتميز بتحرر أكبر. يعني في معركة الرئاسة بدأوا من بدري، رأينا بعض مثلا البوسترات الساخرة اللي كانت بتنظم بترسم مرشحين، وكانت احيانا الصحافه المطبوعه او الاعلام المرئي كان ينقل عنها. اعتقد احنا نواجه منافسه صعبه، هم اكثر تحررا اقل التزاما بالضوابط المهنيه المعروفه، حتى تصوري ازاي العلاقه بين الاثنين في الانتخابات الرئاسيه؟ الحقيقه هو سؤال مهم جدا، انا مبسوطه ان انت اشرتي لده لانه كان على بالي وكنت عايزه اثير هذه النقطه. هي الصحافه الشعبيه هي بتعطي تدفق اكثر وحيويه اكثر للاعلام المؤسسي، ويجب الا ينظر الاعلام المؤسسي اليها باعتبارها منافس او شيء بقدر ما هي تطعمه بقدر من حيويه الشارع. الفكره طبعا هم عندهم تحرر اكبر لان هم هو يعني وليسوا محترفين، لن يحاسبوا احد ولا يحاسبوا احد حقيقي. وانتشار مثلا احنا ما نطلق عليه القلش السياسي يعني على الفيسبوك وعلى تويتر، ومثلا بالفوتوشوب اختلاق الصور وتركيب هذه جريمه لا تغتفر ان حدثت في صحيفه من اعلامي محترف ومن صحيفه مؤسسيه. ولكن الظريف هو ان بعد الثوره الاعلام المؤسسي اضطر انه ينقل عنهم لان هو محتاجهم، لان هم اولا ده اللي انا تصورته وكتبت عنه كتير في صحيفه التحرير حيث اكتب مقالي الاسبوعي، انه هل الفيسبوك والتويتر وهذا هو يعطي صوت لمن لا صوت له. وعلى كل الاحوال هذا موضوع مهم جدا ويستحق ربما ان نتوقف عنده في حلقه مستقله. لا اعتقد اننا استطعنا ان نغطي الموضوع بكامله، لكننا طرحنا اسئله قد تشغلكم وتشغلنا ونحن داخلون على معركه مهمه وفي وقت سياسي حرج. مؤكد ان الايام القادمه ستشهد المزيد من التساؤلات حول هذا الموضوع، نحاول في ان نكون على الاقل اكثر صدقا مع انفسنا ونحن نتابع ذلك. اسمحوا لي ان اشكر ضيفتي الاستاذه حنان بدر مدرس مساعد الصحافه بكليه الاعلام، اشكر الاستاذ محمد مصطفى مدير تحرير جريده الحريه والعداله، وبالطبع هو تحملنا باعتبار انه كان ممثلا لاحد الصحف والصحف الحزبيه على وجه التحديد، لانه هو الموجود اتخذناه كمثالا للكثير من الاشكاليات التي تعرضنا لها في هذه الحلقه. اشكركم مشاهدينا، وكنت معكم في هذه الحلقه من مصر إلى أين، قدمتها لكم من ميدان التحرير. هذه تحيات الفريق العامل من القاهرة، وتحياتي منى سلمان. إلى اللقاء.